يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وتكونوا بصحتكم يا ربي. كديرين بعدا وليداتكم كل عزيز وغالي، كنتمنى ان شاء الله كل مراه هو هذاك ان شاء الله. المهم الغزاله ديالي نهار جديد وفيديو جديد معاكم، سمحوا لي حيت ما جاتنيش عاد كنضغب حق هاد الايامات المسكه وما جاتنيش نهضر معاكم وانا المسكه في فمي. المهم الغزاله ديالي ان شاء الله اليوم فيديو غنشارك معكم واحد النهار اللي المهم الحلقه فيه نديرو فيه شهيوات زوينين لوليداتنا علاش لا. المهم انا الصراحه ما مره واخا كنكون اختكم مواصله العظم ضروري كنوض ندير شي طبيله زوينه اللي ياكلوا فيها بنياتي وتعجبهم ويفرحوا بها ونفرح راجلي علاش لا. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي. وقبل البنات غندوز نشارك معكم واحد خلي واحد الاخوات باكو لا كارطون البنات بحال باكو بحال كارطون. المهم اشنو فيه المهم نجلس البنات نشارك معكم الصراحه هاد اشنو كاين في هاد الكارطونه. المهم هنا البنات كاينين شروح اللي دومانديت عليهم بحالكم البنات. المهم شروحات ليا وشير شروح لواحد الايطاليه ورواح لصديقتي اللي جات من فرنسا لعندي. حتى هي البنات خدات من عندي شروح وقلت علاش لا ما ندوز نحلهم معاكم ونكتشفوهم. وتصوروا البارح مشيت للبروفوميري، خرجت مشيت للبروفوميريا بقيت كان كاع الاكثر يترويح كان اللي ما مجربهاش كنجربها باش ما نتقاولش، حيت بعض المرات كتجيني على هذيك الريحه كيبان ليا المنظر ديالها زوين وداكشي وكنقول معاش كديره هاد الريحه. وكيسولوني حتى الاخوات زهره قولي لنا ديك الريحه كديره كيبغوا يشريوها من عندي كديره لنا ديكلا، كنقول لهم راني ما مجربهاش. دا حاولت نجرب كاع الريح اللي ما مجربهاش باش الاخوات يقولوا لي هذيك راه زوينه هذيك راه خايبه. المهم غزالات غنحل هاد تصور بغات تحلى صاحبتي يا شوف يا بعد داك الباكو ما يتحش عند التصوير تنصور ما نحلوش نصور عاد نحلو. المهم غزالات غنحلو وهذا ارجع معاكم غزالات. المهم شويه نقول لكم قبل ما نحل هاد الباكو سيرو البنات اللي باغيين البروفومو سيرو دابا هاد الطيسر راه واحد الفرصه البنات صراحه فرصه اننا نتريحو بثمن مناسب. البارحه انا مشيت كنصيب شي بروفوم اللي طالعين في الثمن وحاطين هذاك الطيسر البنات تريحو مع ريوسكم. يعني كاينين هنا البروفوميريا تدخلي هزي داك الطيسر حاطينو البنات قرعه قداش نهايه 100 تمن راه ما ترشي ليا او راه ما تشمي الريحه اللي باغا وجي عندي صوريها وجي عندي يا زهره باغا هاد الطيسر هذا. المهم البنات انا حاليا راه دايره بروموسيون اللي زوينه بزاف المهم هاد غزالات حاليا راه كاينه بروموسيون اللي غزاله غدوزو عندي الواتساب غنرسل لكم البنات لي فوطو يعني الروايح اللي دايره فيهم انا والصديقه ديالي البروموسيون واعره البنات. لا خديتي ريحه 50 الاورو خديتي جوج غنخليها لك غير ب 45 الثانيه نخليها لك غير ب 45 يعني الاولى 50 والثانيه نخليها لك غير ب 45 ولا خديتي الثالثه غنخليها لك غير ب 40. جريوا البنات هاد البروموسيون تقدر تسالي في يومين يعني غير ساليو هذيك الروايح ما عندي ما ندير لكم. المهم غزالات ايوا وجريوا قبل ما يسالي وصراحه راه هادو بالارسال يعني راه ما كنتقولش لكم هادو بال 50 الاورو توصلك حتى للدار. هاد الروايح يوصلكم حتى للدار وغنحاول هاد الروايح هادو نصيفطهم في البوسطه البنات باش يوصلكم حيت واحد الاخت كان وقع ليا مشكل ان تعطلات عليها الريحه وعاد صيفطنا ليها غير شي واحد الريحه اخرى صيفطنا ليها شي لعيبات اخرين باش نتاسف لهاد الاخت اللي تعطلات عليها الريحه. بقات فيا بزاف وانا ما نبغيش شي متتبعه انها ما توصلهاش شي حاجه ولا تعطي فلوسها كيف ما نبغيش الضرر ليا كيف ما نبغيش ليكم البنات وراه بزاف اللي كيهضروا معايا وراكم عارفين اللي كيف دايره. المهم ندوزو لهاد هنايا ها هنا راه داكشي كثير هادشي اللي تنوريكم البنات. انا حال الكاميرا وكنوريكم في الروايح وكنفتح تست راسي بانني راه كنصور على الخوا ما مش على الكاميرا. المهم نعاود معاكم
نعاود معكم البنات حليت هذه الريحه هذه اللي شميتها هذه عرفتوا الريحه اللي ديجا رشيتها هذه عود واعره واعره البنات واعره هذه اللي بغات تهلا في راجلها اللي بغات تهلا في راجلها تاخذ ليها توم فورد عود راه خدت منها حتى الصديقه ديالي ها انتم خدت منها وحده وجوج ماشي انا خدت منها صديقتي ثلاثه اللي خدت منها لا يا ربي خدت منها جوج ومهم هذيك بعتها هادو ديال صديقتي هادو جوج هي توم فورد وضرب بحال بحال شتو هما البنات هادو وجوج هاد الطالونات ديال صديقتي هما جوج طالونات كحلات هادو البنات البارح مشيت للبرفوميري انا وصديقتي راه تقريبا هادي راه بحالها بحال هادي راه بحال ريحتها بحال البنات ريحتها راه بحال هادي راه ما كاينش واحد الفرق ما كاينش واحد الفرق كبير بحالها وخديت ليا انايا هادي البنات هادي فنه رشيتها ديجا حيت كنت كنصحاب راسي كنصور هادي ريحتها غزاله 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 فنه البنات هادي هادي طيستر واعره شوها فنه واعره اللي بغات تاخذ بحال هادي هادي هي هادي البنات راه فيها 75 مال ما فيهاش 100 مال هادي المهم فنه الريحه هادي وهنا كوكو مادموزيل هادي خديتها ليا انا هادي البنات نشم ريحتها هذه هذه بح ما كانش في البروفوميريا كيف ها نشم شو هنا تخرقت عندي تخرقت عندي هنا يا ريحتها فنة ريحتها فنة نتقى نشوفكم تشوفوني المهم غزالات هاد كوكو شانيل فنة 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 هذه خفيفة البنات راه هذيك لي هذيك القهوية كوكو شانيل حتى هي بزاف البنات اللي قالوا لي زهره قويه تشكاو ليا اكثر البنات قالوا لي زهره مجهده اللي ما كتبغيش الريحه مجهده هذه البنات لا هذه خفيفه هذه زوينه فنه فنه هذه عجبتني ماما غندوق شوكولاته دابا دابا غندوق شوكولاته المهم هذه راه فنه البنات هذه هي عجبتني حتى هي فنه وخديت ثاني هذه وهذه البنات تا هي عجبتني لكن راه ديجا هادو هادو ماشي اشو ديري حتى كيفاش هي زوينه ريحتها هي فنه ما اشوف لكم ريحتها كده المهم زوينه هي زوينه او حدا بلاستيك وحده هادي فنه حتى هي واعره فنه فنه هادي ريحتها واعره ريحتها واعره ريحتها فنه هادي البنات هادي زحموا عليها كانوا سولوني بزاف الاخوات وانا شفتها دابا قلت نجربها وشميتها حتى البارح في البرفوميري عجبتني وهادي حيت فيها بزاف الماركة هادي بزاف بزاف انواع وانواع وهذه فنه فنه عجباتني البنات غزاله غزاله المهم انا اللي خديت ليا خديت ليا هذه تبدا وقتها وخديت ليا هذه شفتوا ما البنات فنين فنين فرحانه بيهم والله فرحانه بيهم فحالاش مره مره مخطفت انا وحيده وما تستاهلوش الريحات ايوا ايوا البنات جري وجري والرقم هو معلق هنا هنا شنو كاين بغيتي تشوف شنو كاين وهنايا هاد الريحه خادت صاحبتي واو 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 واعره المهم هادي خادتها الصديقه ديالي كمل اداء شنو هاد الريحه هادي عرفات ما تعزل عرفات ما تعزل ولكن راني غارشك منها باينه هاد الريحه باينه هادي كنسولوني عليها البنات شويه هذا جابتها البنت اللي واو واعره ريحتها
الحسه واعره فنه وانيقه. المهم الغزالات واعره واعره واعره. هذه سولوني عليها البنات ولكن ما كانتش سعلي سولتوني ما كانتش. ودابا البنات غير دوزو عندي الواتساب فن. هذه غناخذ انا هذه بحال هذه غناخذ بحالها ضروري. لا ماما زكي لا زكي هنا شي حاجه اللي ما كتشابش. وهنا هذه نارشيس هذه ديال واحد الايطاليه اللي ما نقدرش نحلها البنات نخليها ماليا. هذه ديجا شميتها حتى هي زوينه. لا ديال ساره هذه غضربنا ساره تنطلعوا على ساره ودير لك هنطلعوا على ساره ودير لك ساره ياكي. هذه البنات سيروسا اللي ديجات انا عندي خالتها عجبتها شماتها عندي وعجباتها. السيروسا اللي انا ما كنستغناش عليها كتجيني خفيفه. ها انا ماما تخربوك ترويح عرفتوا نديروك ما بقيت كنفهم حتى حاجه. المهم هذه السيروسا ديال صاحبتي هذه حتى هي يا الصاك هي ديال صديقتي. هذه جوج كحلات الحمد لله كلشي وصل مزيان ما تهرس حتى حاجه. طون فورد جوج وهادو ديال ايطاليا واحد الصديقه هي هذيك الكوكو ديالي هذه وانا هادو ديالي ها ديالك ولا ولا عجبتني هادي بصحه اختي بصحه متقله زيد تقل ولا ولا. الغزالات غندوز نشارك معكم واحد اللاطه ديال الحوت كتجي لذيذه لذيذه غير بالمطيشه والفلفله كتجي فنه البنات. المهم هنا عندي الفلفله بنتي راك دير في ليتسيون فيديو كتجي واعره هذه البنات بسيطه بحكا كتسهليها ولكن كتجي لذيذه. يعني ما ندير فيها الخضره لا والو غير الفلفله والبطاطا غير الفلفله وماطيشه صافي. كتشوفوا صافي وغناخذ هنايا هادي الربيع الحامض عندي واحد الراس ديال الثومه وعندي هنايا واحد نصف ملعقه ديال التحميره وهنا عندي نصف ملعقه ديال الخرقوم نصف ملعقه ديال البزار نصف ملعقه ديال سكنجبير ومليحه وعندي هنايا هادي اللي دفتها ف هادي مطيشة الحكة البنات غديرو منها ملعقة صغيرة. هادي مطيشة الحكة أنا اللي كناخد هاد البومادة هادي زوينة. غادي تسلا ستانزا كلشي دوك تاسي. المهم هنا غن وادي سكوزا فاشو انا نيت دابا اه لا لي ايدي
ورقة ملفي هي هذه البنات، ورقة ملفي كيف ما كتشوفوا. انا غندير غير جوج طبقات، هي كتكون فيها ثلاثه طبقات كيف ما كتشوفوا. انا غندير غير جوج طبقات، هذه غنخليها تستعملها مره اخرى، كنستعملها بحكا حتى في الديسير كتجي زوينه، تهرمشي وديري عليه يوغورت او عندها بزاف الاستعمالات، هذه ساهله بالزربايه اللي كتوجد. المهم كيف ما كتشوفوا البنات، عندي هنا غندير وحيده لتحت، هذه غنخليها ابارتي. هنا عندي الكريم اللي ديجا وجدته، بناتي راني سادها بالقبط، درتها في الثلاجه بردات صافي. وغنبرك ندير هنا الوسط، المهم كريم راه البنات غادي يجي شاركت معكم. كندير انا هذا الكريم بحكا بالمايزينا، كيجي زوين وبفاني، كنسمو كندير فيه انا جوج باكيات ديال الفاني، كتجي النسمة ديال الفاني كثر. وبعض المرات كنديرو حتى بالحامض كنسمو بها، كتجي زوينه. صافي وغندير هاد الطبقه هادي، صافي وغنبدا نتزين هكذا البنات كيف ما كتشوفوا. راه باقا واحد شويه سخونه، نتوما خليوها حتى تبرد مزيان، غير انا مع التصوير مزروبه كتشوفوا فيها باقا الفار كيطلع منها، وخدرتها في الثلاجه باقا ما برداتش مزيان. عرفتوا الا بردات مزيان راه كيجي التزيين ديالها غزال البنات، هذه يعني غير بسيطه وكتجي زوينه. البنات ملي كملتها كيف ما كتشوفوا، ناخذوا الفريز او الكيوي، انا كندير فيها حتى الكيوي كيجي فيها زوين. ها نتوما كنبقى غاده على هذه الطريقه. الناس من بعد ما كملتها عندي الكوك، صافي كندردرها هكذا بالكوك. صافي كيجي، وحتى كنلوح فيها انا حتى البيستاج اللي كان عندكم البنات، حتى البيستاج كيجي كتجي المنظر ديالها زوين. ثم كيفاش كتجي، كتجي غزيرة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات. صافي البنات هنايا هاد الشلايده كنت باغا نشاركها معاكم، ولكن ما بقاش ليا الوقت، غير الفيديو طويل بزاف بزاف، ان شاء الله في شي فيديو اخر بحكا دي ديروها في رمضان، زوينه وخفيفه البنات وصحيه 100%، هادي بحكا لوليداتكم. شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غربت. غزالات كيف ما كتشوفوا من بعد دست جمعت الطبله، غسلت الميعنات، درت هنايا هذوك
يتسكتروا هنايا هذوك اللي كانت جات من المغرب حيت بزربي يتهرسوا. صافي هنا البنات دست البياسترا حتى هي الصراحه. المهم البنات اللي كيسولوني راها زوينه البنات زوينه كتنفع كتحيد عليك تماره. وحاولوا تحافظوا عليها كيف انا البنات هنايا راه غير كندير فيها صافي كنمسحها مزيان مزيان كنعاودها بواحد شكوتيتين ناشفه حتى هي كنشفها مزيان مزيان صافي كنردها لبلاصتها كنعطيها الراجل اللي قادها كيردها في البلاستيك قاد ليها الكارطونه بالسكوتش صافي. وهادشي اللي كاين لوزيلات ديالي باش تحافظوا عليها وكنديرها انا ورا الديفان. نتوما راه حيت مها طويله ديروها يا ورا الديفان واللي عندكم او تحت الناموسيه البنات احسن باش ما طيحش ليكم. هادشي اللي كاين لوزيلات ديالي ها نتوما شتو كنديرها كنردها كيف جاتني بحال كيف باش تبقى جديده البنات وتبقى محافظه عليها حيت كتنفع كتنفع.